مشاهدينا مشاهدي بيت للكل، أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا بيكم في عام جديد. يعني ختمنا معكم عام 2023 وحاولنا أن نقدم عدد من الحلقات أو حصاد لبرنامج بيت للكل كان من كل الموضوعات التي دارت سواء في استوديو القاهرة أو في الأردن أو في العراق أو فلسطين. ما زلنا نحلم ببداية عام جديد، نحلم بالخير، نحلم بالإنسانية، نحلم بأن يتحقق الخير في المنطقة العربية ويتحقق أكثر، وندعو أن تنحل قضية قطاع غزة وأن نرى النور. نتمنى ونحلم ونحن نتحدث معكم كل أسبوع عن هذا الوضع السيء الإنساني تحديدا أن نرى الحلول التي توقف إطلاق النار وتوقف هذه النيران القائمة طول الوقت في قطاع غزة. ما زلنا نحلم بهذا الوضع، وإلى أن يأتي هذا الوضع دعونا نستقبل اليوم حلقة جديدة ونتمنى فيها الخير، نرصد ما نرصده ونرسل أيضا ما نرسله من إعلام يحاول أن يضع الحقائق وأن ينير النور على الحقيقة بأكملها. نحن الليلة معكم من غزة، نحاول أن ننقل الوضع الإنساني ونتحدث مع السياسيين والخبراء لعلنا نصل إلى أي حل، أو على الأقل أن نقدم الحقيقة كما هي. شكرا شافكي، والشكر لكم الزملاء الأعزاء في أسرة بيت للكل على هذه الكلمات الرائعة، وهذا يدل أيضا على طيبكم وطيب بلدانكم التي لطالما وقفت إلى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يواجه هذه الحرب الإسرائيلية الهمجية ويواجه آلة الحرب الإسرائيلية في هذه الأشهر الصعبة التي مرت على أبناء شعبنا. اسمحوا لي في البداية أن أشكر الزميل خالد سكر الذي كان له الحضور الجميل واللافت في برنامج بيت للكل، وقد غادر البرنامج وغادر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بعد أن ترك بصمة كبيرة في العمل الإعلامي، ونتمنى له بكل تأكيد التوفيق. ومرة أخرى أعرب لكم جميعا زملائي الأعزاء عن سعادتي بانضمامي لبيت للكل مرة أخرى. وفي هذه الحلقة، الحلقة الأولى من العام الجديد 2024، توقف مشاهدينا مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد نحو 3 أشهر من العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا والحرب التي تشنها دولة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني. مساء الخير مشاهدينا في بيت للكل، ومساء الخير أيضا للزميل أحمد، وأنا أيضا أكرر وأقول كما قال بأنه أمنياتنا في هذا العام الجديد أن نصحى في يوم وقد يكون هذا الكابوس على غزة قد انتهى، لأن ما يحدث من جرائم على أرض غزة وما تم من ممارسة الإبادة الجماعية هي لم تحدث حتى في أعتى الحروب، فما قامت به إسرائيل هي أسوأ ما أنبتت الأرض البشرية على الإطلاق. نصحى يوم ونقول نعم، غزة ستبقى صامدة والأردن وكل الدول العربية واقفة إلى جانبها، لكن اسمحوا لي أن أتحدث عن وطني الأردن، ومن مبدأ دعم الصمود الفلسطيني ومن مبدأ لا لتصفية القضية الفلسطينية كان ولا يزال وسيبقى مصراً على الدعم الإنساني والإسناد الطبي لمستشفياتنا الأردنية العسكرية الموجودة سواء كانت في الضفة الغربية أم في غزة وعلى أرض غزة. فها هم نشامى المستشفى الميداني العسكريون المتواجدون داخل تلك المستشفيات مصرون رغم الخطر ورغم القصف على تقديم الواجب الذي يمليه علينا الضمير الأردني في تقديم الدعم والإسناد الإنساني والطبي لأهلنا في غزة.